شهد وزير التجارة والصناعة نيفين جامع والكهرباء محمد شاكر مراسم توقيع عقد شراكة بين إحدى الشركات المصرية العاملة بقطاع الكهرباء وجمهورية الكونغو، تنص الاتفاقية على نقل الخبرات المصرية في تشغيل وتصنيع منظومة العدادات الذكية للكهرباء بإنشاء مصنع للعدادات مسبقة الدفع بإدارة مشتركة بين مصر والكونغو، بالإضافة لنقل الخبرات المصرية في إدارة وتشغيل منظومة التصنيع والتركيب والتشغيل كاملة، والعمل على إيجاد الحلول الذكية لنقل وتوزيع الكهرباء. احنا عندنا مجموعة من الشركات، احنا في وزارة الكهرباء ما بناخدش إلا العدادات اللي هي متصنعة هنا في مصر. احنا يعني عدد العدادات اللي يمكن محتاجينها في حوالي 30 مليون عداد، بنركب في الشبكه بينهم في الوقت الحالي يمكن حوالي 12 13 مليون، ومع هو نوع من تشجيع هذه الصناعه ارساها في مصر واداهم الفرصه انه يجيدوا وانه يقدروا يخرجوا بره، ونتمنى ان ده يحدث مش في مجال العدادات فقط وانما في جميع المجالات. المشروع ياتي بنظام التعاون بين الدول الافريقيه من خلال اقامه مصنع لانتاج العدادات في دوله الكونغو، مما يساعدنا على خلق فرص عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وسيساعدنا على تطوير فرص توزيع الكهرباء، وأيضاً على حوكمة نظم التحصيل، مما يساعدنا على حل مشكلة فاقد التحصيل. الكونغو برازافيل تهتم بقطاع الطاقة بشكل كبير وتنتج 27 ألف ميجاوات أغلبها عن طريق السدود، وهناك فرص واعدة كبيرة للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وقد جئت اليوم لأشهد اتفاقية مصنع العدادات مسبقة الدفع والذكية، بالإضافة لأنها فرصة لفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص من أجل إدارة أفضل للطاقة في بلادنا، وكل ذلك سيخلق فرص عمل بطريقة غير مباشرة للعمل.